مرحبا، أنا اليوم جيت على مركز بيزراميد لأعمل هيك إجراء بسيط للهيمورويد مع دكتور فاطر. بصراحة حابة أخبركم أنه الإجراء كان جداً بسيط، ما أخذ 10 دقائق، والشعور بالراحة مش طبيعي. قبل وبعد وأثناء الإجراء أبداً ما حسيت بألم، والحلو أنه أنتوا فيكم ترجعوا على حياتكم الطبيعية بدون أي شعور بأنه لازم تاخذوا مثلاً أيام إجازة أو تشعروا بألم. بنصح الجميع يجي على المركز، مركز عن جد من أمهر الأطباء فيه، والتيم هون كتير مدرب على التعامل وكتير بروفيشنال، وأنا كتير مبسوطة إنه اليوم أخذت هذا الإجراء وأخذت هاي الستب بحياتي، وإن شاء الله الجميع بيستفيد منها. والدكتور فاطر كان من أمهر الدكاترة عن جد اللي أنا تعاملت معهم، وانصح الجميع يجي على المركز ويستخدم هاي التقنية الجديدة لأنه ما فيها ألم وبترجع حياتك اليومية right after the procedure. شكرا كتير مركز بزرة، وأتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله.